آه سأقول لك ما هو هذا طيب الشيء. تفضل. أريدو هي مدينة أو أول المدن، مو بالضرورة سومرية 100%، هي أول المدن التي أنشئت على وجه الأرض على الإطلاق، مدينة كمدينة وليست قرية. ايوه وهذه كانت موجودة على نهر الفرات، وفيها يعني معبد، مركز المدينة هو المعبد، وفيها أول مرة هو النصوص السومرية تقول ينزل فيها الملوكية من السماء على الأرض. نزلت وين؟ على أريدو. من الذي أصبح أول ملك؟ هو ألولم، ملك الأول على أريدو وعلى البشر، يعني وبين البشر، اسمه ألولم ألو لو الذي هو ملك أريدو رقم واحد. سنة كام ده تقريبا ولا؟ هذا الملك جاءت الأساطير العبرية حولته إلى آدم، قالت لماذا؟ لأن عنده حكيم اسمه أدبا، فصار ربط بين ألولم مع أدبا ومع ديموزي، لأن كلمة ديمو هو آدم، ديموزي هو الإنسان الذي يعلو، لأن زي معناها يعلو، فديمو هو ديمو باللغة السومرية معناها إنسان. فهذه التقاليد مع بعض، والحقيقة موضوع موسع فحولوا هذا الملك إلى آدم، وقالوا أنه هو أول شخص خلق من البشر. وين؟ في أريدو. ما قالوا هم في أريدو، قالوا في أدن وعدن، لاحظ، في جنة عدن، لا بستان أو شيء. ثم فبركوا قصة حواء. لماذا؟ لأن هناك إلهة عند السومريين اسمها نينتي، السيدة التي تحيي، أو الإلهة التي تحيي، وبالصدفة أن كلمة تي هي معناها الضلع، فصار نوع من ترحيل المعنى من حواء أنها هي خلقت موجودة من في ضلع. الضلع، ففبركت عملية إنتاج حواء من الضلع. وهكذا تشكلت عناصر الأسطورة العبرية من، خلينا نقول، خامات سومرية. أنا الحقيقة هذا الموضوع ناقشته بالتفصيل. هذه ليست هذا لا هذا ليس معناه أن السومريين كان عندهم جنة عدن، هذا غير صحيح على الإطلاق، لكن هذا فابريكيشن أوف هيبرو، العبرانيين هم الذين فبركوه. طبعا هذا أنا لا أقول أنه غلط، لكنه الوهم عند البشر، صار عند الناس الحاليين أن آدم هو أول البشر. يا حبيبي، هذا آدم عبارة عن ملك قبله 2 مليون سنة من البشر موجودين. يعني قبل آدم هناك 2 مليون 2 مليونين سنة كله بشر موجودين في الهند والصين وكذا، مو بالضرورة حضارات، لكن موجود على شكل إنسان قبل التاريخ، ثقافات وثقافة إنسان قبل التاريخ، يستعمل الحجر على مدى 2 مليون سنة. لكنه أول ملك أصبح في أريدو ألولم الذي حول إلى آدم. وهذه مفارقة أنا كشفت عنها في كتابي أنبياء سومريون، وقلت هذه هي الحقيقة، اللي يقبل بها مرحبا بي، واللي ما يقبل بها مرحبا بي أيضا. لماذا؟ لأننا يجب أن نزيح كل الغشاوة من عيون البشر. هذه هي الحقيقة. اكتشفت فيما بعد، وهذا سؤالك الذي يجب ستطرحه الآن سأجيب عنه، اكتشفت فيما بعد أنه بين آدم وبين نوح هم 10 أنبياء أو آباء، خلينا نقول كما آباء تقول الكتاب، 10. اكتشفت أن ملوك ما قبل الطوفان هم 10 ملوك، عشر ملوك، فعندما وكانت قارنت أعمارهم بينهم برضو، وجدتهم نفسهم، وأعمارهم في الأساطير السومرية وأعمارهم هنا زائدة وهنا زائدة، مئات، يعني ومو مئات بس السنين. الأعمار أستاذ أحمد، يعني اكتشفت أشياء. هسه راح أقول لك منين المفتاح بديت فيه. الملك السابع عفوا، خلينا نقول أول مرة، النبي السابع اللي هو أخنخ، أو أنوش أو أخنخ، لو أدريس أو أو هرمس. اللي هو إدريس أو هرمس. رأيت أنه عمره كذا 360 سنة، لكن لم يموت. ماذا حصل؟ اختاره الله، يقول تقول تعالى، أخذه الله وطلعه في السماء. فصعد إلى السماء واختفى في السماء، لم يموت. فقلت طيب، إذا أنا نظريتي صحيحة، أذهب إلى الملك السابع أشوف شنو قصته. فذهبت إليه، لقيت أن علمي دار أن اللي هو الملك السابع صعد إلى السماء ولم يموت. وأتى، لا لا، صعد إلى السماء أيضا،
وجلب عناصر الحضارة وعلمها للبشر. وعندما تركها عاد إلى السماء واختفى. واختفى. إذن هناك شيء. بس إدريس في يقولوا إنه أول من عارف كتبها بالخ. إدريس أول من خاط الثياب وأول من اكتشف الكتابة وأول من كذا وكذا 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 إلى آخره. نفس الصفات الموجودة عند إدريس وهرمس وأخنوخ هي نفسها موجودة عند الميدارانة. لكن مشكلة الميدارانة ما عندنا متون عنه، لأن مذكور ذكر بسيط مع سطر من التوضيح فقط. لكن هذا يوحي لي أنا كباحث، يوحي لي أن هناك تشابه. وفعلا وإذا بي أكتشف أن كل هؤلاء الملوك حولوا إلى أنبياء أو آباء، بضمنهم نوح الذي هو زيوس درا، وهو أوتنا بشتم، وهو أتر حاتس. هاي أسماء مختلفة حسب يعني البابليون سموه أتر حاسس وسموه أوتنا بشتم، هو زيوس درا. هذا الزيوس درا هو الذي أنقذ مدينة شرابك، أنقذها من الطوفان وليس الأرض. يعني شرابك هي التي فاض بها دجلة أو الفرات، فاضوا عليها وغرقت هذه المدينة، فأنقذ ما أنقذه، وليس بهذه السعة من كل يعني العملية بتكبر دائما الأساطير. أنقذ ما أنقذ، كل واحد يحسن على الأخر، لكنه تحولت فجأة، تتحول هذه الحادثة المبالغ في الحديث عنها، تتحول فجأة إلى أسطورة تعم العالم كله. وكلها تقول هذه الأسطورة أن الـ الأرض فاضت والبشر أبيد،